المصطفى عليه الصلاة والسلام في هجرة الميمونة مر من عند هذا الجبل جبل عير ودخل المدينة من هذه الناحية وتغير التاريخ. اليوم تغطيتنا لمشروع واحة الخير بدأ البيع فيه على الخريطة. أسعار القطع تبدأ من 280 ألف ريال وجميل أنك تزورهم وتأخذ منهم كافة التفاصيل. احنا الآن في مركز المبيعات هنا في هذه النقطة وعلى طريق الأمير سلطان عشان تكونون في الصورة. في هذه الناحية مخطط التلال، بس تخلي على يمينك تجي تلقاهم في هذا المكان. هنا عندنا شريط الخدمات، عندنا من الحدائق والمدارس والجوامع يكون بالمنتصف حيث أنه يكون قريب لجميع الأراضي والمنازل. حلو. وعندنا ممرات المشاة حيث أنه يكون انتقال للمدرسة أو المساجد عن طريق ممرات حتى شوارع رئيسية، طريق الأمير سلطان من الغرب، طريق الأمير نايف من الشمال، وطريق جبير من الجنوب. المشروع متكامل الخدمات، خدمات الصرف الصحي والمياه، وأيضا خدمات عبارة السيول. يوجد في المشروع أيضا المدارس والمراكز الصحية وأيضا الحدائق. بعض القطع أشوفها باللون الأحمر هنا، هذه القطعة المباعة الحمد لله، تم بيع عدد كبير من القطع بالمباعة. بديت بالبيع؟ نعم، من شهرين الحمد. طيب على سالفة البيع على الخريطة، إيش الضمانات؟ إيش آلية الشراء؟ أنا إذا زرتكم هنا كيف أشتري منكم؟ طبعاً المشروع تابع لمنصة وافي، تشرف عليه منصة وافي، منصة حكومية تنظم عملية البيع على خارطة. سوت لنا حساب ضمان يحول عليها المشتري قيمة الأرض. حلو. حساب الضمان. وطريقة الدفعات يحول المستفيد أو المشتري 50% الآن، وال50% المتبقية عند الإفراغ، عند إفراغ الصك. حلو. إيه؟ يعني المبلغ ما حيروح لكم، حيروح الوافي. نعم. نعم، تشرف عليها المنصة ووافي هي الضامن. نعم، وفي بنود بالعقود. حلو. استلمت صكي خلاص ينزل لكم المبلغ. نعم.